بسم الله. احنا في موقع كويس جدا لو انت عايز تعمل بوستر، بتحمل البوستر وتبدا تعمل فيه شويه تعديلات، اسمه ميك ساينس اهو. وليكن مثلا انت عايز الشكل دوت، فبتبدا تختار مثلا انت عايزه، فبيبدا يحمل لك باوربوينت. تفتح الباوربوينت مجرد بس بتعمل اديت للكلام او بالشكل دوت. هو حاطط لك زي اعلان بتلغيه وتبدا تعمل اديت لبقيه الكلام. كل اللي انت عليك ان انت مثلا هتكتب العنوان بتاعك هنا، وليكن مثلا طبعا اي حاجه بقى خاصه بالبحث العلمي. شوف الصوره دي عايز تغيرها مثلا، البحث دوت تبدا تغيره وتبدا تكتب الكلام وجهز الباوربوينت، جهز البوستر دوت بحيث يبقى جاهز على الطباعة.